ايه اللي احنا هنتكلم عليه النهارده؟ هنتكلم عن النهارده عن حاجه ممكن نسميها حاله وممكن نعتبرها قيمه وممكن نعتبرها مهاره زوجيه رئيسيه في الحياه الزوجيه. النهارده هنتكلم على حاجه اسمها الامتنان. ايوه لما هنتكلم عن الامتنان انا عارف ان كثير من الزوجات حصل لهم حاله الله يسترك قول لنا الكلام ده والازواج برضو الله يسترك كلمنا عن الامتنان الامتنان يا ساده اه حاله حاله يعني ايه حاله فيها الانسان الزوج بيشوف رؤ... بيشوف جمال وجميل شريك حياته يعني ايه بيشوف جمال وجميل شريك حياته بيشوف ان شريك حياته فيه جمال وحسن وبيشوف ان هو ليه جميل عليه كمان فيشوف الجميل ده ففي فف لحظه شريك حياته دوت يتحول الى قيمه مضافه في حياته يبقى ايه اللي حصل دي حاله بيشوف فيها الشخص جمال حسن والحاجات الحلوه في شريك حياته ويشوف جميله كمان اللي بيخليه يحس ان شريك حياته دوت قيمه اضافيه في حياته ويبتدي دوت عن طريق ايه جمله من السلوكيات والمهارات هو هيعملها فايحصل فبالاسلوب الحسن ده يوصلوا هما الاثنين ان هو يؤثر في شريك حياته فشريك حياته ده يحس بالنشوه وبالسعاده ويحس بان حياته الاسريه ازدادت تماسكا وازدادت ترابطا تخيل كده لما واحد راح لزوجته وقال لها على فكره انا ممتن لك ان انتي موجوده في حياتي عارفه وجودك في حياتي هو اللي خلى حياتي عندها باب واسع على السعاده كل يوم الصبح بحمد ربنا إن أنا هاجي البيت ألاقي أنيس، وألاقي حد أستطيع إن أنا أنسى كل همومي معاه، وهي تقول له على فكرة أنت مصدر أماني، وجودك في حياتي بيخليني مش حاسة بالخوف، تخيل لو هو دوت الكلام اللي بيدور ما بين الزوجين، لو هو قال لها أنا عارف إن أنتِ بتتحملي كتير، بتتحملي خارج البيت وداخل البيت، وعشان كده أنا الحمد لله. بحمد ربنا على نعمة إن أنا أحسنت الاختيار وإن ربنا سبحانه وتعالى كتب لي النعمة دي اللي أنت تكوني في حياتي كل الوجع والألم والتعب اللي كان موجود هيتلاشى عارفين ليه؟ لأن الامتنان بيزود النعمة والبركة والسكينة والرحمة والمودة في البيوت عارفين الامتنان بيداوي الأوجاع وكمان يخفف الضغوط ويريح البال والله الامتنان كمان بيحل كتير من المشاكل تيجي تقول لي وهو يجي يقول لي في الارشاد الزواجي يقولوا لنا انا كنت محتاجه منه كلمه محتاجه ان هو يقدر اللي انا بعمله هو يحتاج يقول لي انا محتاج ان هي تشوفني بس انا مش عايز حاجه تانية غير ان هي تشوفني فالامتنان يا ساده اصبح ضروره وواجب شرعي في ظل التطور للادوار اللي احنا بنعيشه في حياتنا دلوقتي وازدياد الضغوط دور المرأة اتطور وتغير والرجالة بيعيشوا ضغوطات كتيرة جدا 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 وده معناه ان الامتنان ما بقاش طرف الامتنان بقى واجب من لم يشكر الناس لم يشكر الله واولى الناس اهلي وناسي شريك حياتي اللي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انا لازم اشكر ده لما شكر للسيده خديجه وقفها جنبه حضره النبي اللي اي حد يسعد وي ويفرح ان هو يكون خدامه وزي ما انا بقوله كده تسمح لي واكون خدامك وامرخ خدي بمقامك وفي وفي لحظه ادخل في امانك ولا بالسر ابوح بس حضره النبي امتن للسيده خديجه وكان يمتن لها حيه وفي حياتها البرزخيه ايضا ولذلك في شويه اصول في الامتنان لان بعض الناس يقولوا ما احنا قلنا كلام حلو ما وما حدش قدره وهي تقول برضه ده هو بيقول كلام بايت كده كلام من ورا قلبه ولذلك لازم الامتنان ده ليه اصول الامتنان ده مش اي حاجه وخلاص ايه اول اصل من اصول الامتنان ان خير الامتنان ادومه وان قل يعني ايه الامتنان ده يستمر حتى لو كان قليل بس ما يتقطعش يعني لازم كل واحده كل يوم تشوف الامتنان شوف السيده عائشه لما كانت تشقر على مكانتها من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حضرة النبي يمتلن لها ويقول لها مثل حبك في قلبي يا عائشة كمثل العقدة فكل شوية تيجي تشقر على الأمر ده فيقول لها حضرة النبي فتسأله كيف حال العقدة يا رسول الله يقول لها كما هي وإلا حاصل يقول ما حدش يكلمنا حضرة النبي شوف لا يتكلموني عن عائشة فإنه لا يأتيني الوحي إلا وأنا في حجرها يعني إيه يعني ما تح... السيدة عائشة ده مقامها كبير ويسألوه من خير الناس من أحب الناس إليك يقول عائشة يقول ليس عن هذا نسألك نسألك عن الرجال يقول أبوها يبقى لا قاطع ولا ممنوع الامتنان بالضبط كده عبادة منزلية لابد أن نحافظ عليها عدوى مخاصة في وقتنا ده الناس موجوعة والناس بتحتاج أن حد يحسسها بوجودها وبسعادتها يبقى أول حاجة خير الامتنان أدومه وإن قل حتى لو كلمة ومحدش يستقل ابدا الامتنان مهما كان الحاجة الثانية الامتنان الحقيقي ما يكون عن واقع وإلا شريك الحياة اعتبره ضحك على الدؤون ان انت بتضحك عليه يعني لما تمتنله تمتنله على حاجة حقيقية وده محتاج ان انت تركز مع شريك حياتك تشوف هو بيعمل ايه في حياتك مش قاعد كل شوية تقفله على الواحدة لأ لازم تمتن عن حاجه حصلت انا ممتن ليك النهارده ان النهارده تحملتي تعبي وضيقي وما فتحتيش موضوعات النهارده وسبتيني لما اروق يا سلام هي تحس ان هي فاهماك انا ممتنة ليك النهارده ان النهارده قدرت ان انا كنت تعبانه وتاخرت شويه في الاكل فانا ممتنة ليك ان انت عملت النهارده قدرتني انا ممتن ليكي ان انت حاسه بوجعي ودايما بتقولولي لي كلام وبتطبطبي عليا يا سلام فالامتنان لازم نحس بقى القاعده الثالثه في الامتنان والاصل الثالث في الامتنان الامتنان ليس منا بل واجب لاسعاد الزوجين ايه ده يعني مش انا اللي بيسعد اللي انا بمتن لا احنا الأتنين بنسعد فالامتنان ليس ايه فالامتنان ليس فضل ولا منا ده الامتنان ده واجب وعشان كده شكر الله واجب وشكر الناس واجب وعشان كده الامتنان ده واجب، واجب منزلي. لأن في البيت في عبادات زي بالظبط زي ما في المسجد في عبادات، البيت كمان في عبادات. فمن العبادات الواجبة اللي هي فرض عين على الناس الامتنان. القاعدة الثالثة في الامتنان والأصل الثالث في الامتنان، أن الامتنان يحتاج لحسن صياغة. الامتنان بالظبط زي تفصيل الهدوم. لو الامتنان واسع، لو الامتنان واسع مش هيبقى جميل. لو الامتنان مش مظبوط ايه اللي حاصل؟ شريك الحياه مش هيحسه ولذلك الامتنان لازم يبقى مظبوط على قد شريك الحياه ما يجيش يقول لها والله انت انسانه متدينه هو لازم يقول لها والله انا ممتن لوجودك لاني انا بحس ان دعاك بيفتح لي الابواب المقفوله انا ما اقدرش انزل غير لما انت تكوني راضي ايه ده؟ ده هو ده الامتنان فيبقى الامتنان زي التفصيل بالظبط طب الامتنان لو جه مظبوط على شريك الحياه هيحس بانه هو يزداد تالقا وجمالا وعشان كده ليس الممتن بالمكافئ الحاجه الثالثه القاعده الثالثه ليس الممتن بالمكافئ هيمتن لي همتن له لا حضره النبي قال ايه اسمع ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من اذا إيه قطعت رحم وصله ده مش صله الارحام بس ده ده الجواز دوت من اهم الاشياء اللي فيها رحم ومن اهم الاشياء التي فيها وصل انا يعني مش بقول ان الازواج بينهم صله رحم لكن بقول ان الازواج فيهم بينهم بر ولذلك في حاجه اسمها بر الزوج وبر الزوجه وعشان كده ليس الواصل بالمكافئ انت هتمتن مش ب... مش بطريقه المكافاه انت هتمتن لان دي عباده لكن الممتن هو من تربى على رؤيه الجمال في اقرب الناس اليه ولذلك الشحن الاساسي للناس في البيوت هو الامتنان والمدح مسؤول عن ان كل واحد فينا يحس اني مالي عين وقلب شريك حياته بيحسوا انه مهتم بيه وشايفه ومقدر وجوده والمدح كمان بيحسسه بالدعم ان كل حد فينا بالله عليكم في حد فيكم وانتوا سامعيني مش محتاج حد يدعمه مش محتاج حد يوقف في ظهره أو الامتنان ده من أهم وسائل الدعم كل واحد فينا بيحس إن شريك حياته بيدعمه ومش بس والله ما رايت شيء يعمل يخرجنا ويدخلنا على الله من باب الجمال قد الامتنان عارفين ليه؟ لان الامتنان بيخرج اجمل ما فينا ويمدحه يقول له ايه النور ده؟ ايه القمر ده؟ المدح ده وطريقه الكلام ومدح افكاره ومدح مهاراته زي واحد مثلا يقول له يقول شخص انت شخص عبقري في التفاوض يعني ما يجيش لواحده لو يقول لها ده انت مرهقه شوف هيبص لها زي ده انت مرهقه تعبت البياع لكن واحد يقول لها ما شاء الله والله انت عبقريه في التفاوض يعني انا بتعلم منك هيخسر حاجه وهو فعلا كده بس هو مش عايز يتعلم منها الامتنان بقى يغير يغير شكل العلاقه ولذلك اداره علاقه في البيع والشراء والمدح ده ده حاجه تتعلمها منها زي ما هي تتعلم منك ان انت مهما مرت الظروف تقول والله العظيم انا بتعلم منك ازاي تصبر على المواقف الصعبه الامتنان يا سادة ركن مهم من أركان الحب آه والله الامتنان بيخلي الحب يسري في تفاصيل الحياة اليومية فيجعل الحياة بتدب فيها بيجعل الحياة بيدب. الحب يدب في الحياة ولذلك الامتنان مش بس كلمة شكرا الطبطبة نوع من أنواع الامتنان والاحتضان والنظرة والنظر الحلوة الحانية والمساعدة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتني بالفعل وبالكلام وبكل شيء من الامتنان مثلا ان حضره النبي صلى الله عليه وسلم كان في مهنه اهله. ما يجيش بقى يحتقر ان يعني انتوا بتعملوا ايه في البيت؟ لا شوف حضره النبي عامل ايه؟ لا ده انا ايدي بايدكم. ايدي بايدكم هم يحسوا ان ايه؟ ان هم بيحاولوا يعملوا حاجه مهم حضره النبي في علياء مكانته يشتغل معانا. طب ما ده نوع من انواع الامتنان. عارف ان يا ساده ايه اللي حاصل؟ دايما بقول كده. الامتنان يسقي شريك الحياه شهد الامان. الامتنان يخلي شريك حياة الزوجة تتغذى بالأمان إنها في قلب جوزها واخد باله منها وهو كمان بيتغذي إن احتياجه للبطولة واحتياجه كمان للأمان إنه يشعر إنه هو السند والعضد وإنه هو بياخد إيديها للمستقبل وإنه سبب راحتها الامتنان يخليه يحس بكده الامتنان بيزود روابط الانسجام لما الناس تمتن لبعض يحسوا انهم منسجمين قريبين من بعض ويفرحوا بوجودهم مع بعض يبقى ايه اللي حاصل؟ ويستمتعوا انهم مع بعض. ولو احنا مش بنمتن لبعض وكل واحد فينا يحس ان وجوده بيسعد التاني، ايه اللي فاضل لنا؟ ايه اللي بيخلينا نقعد في العلاقه دي؟ اذا الامتنان بيحسسنا بيحصن العلاقه بتاعتنا. الامتنان من افضل الطرق اللي بتصون العلاقه. ولذلك ما تلاقيش علاقه فيها امتنان وممكن تتسمم او تتحول لعبء او استهلاك او يفقد كل واحد فينا بريقه، بل الامتنان هيخلينا نتالق. ويخلي كل واحد فينا يبدأ ولذلك عايز تمتن لازم تبتعد عن المهلكات التلاتة اللي بيحولوا العلاقة إلى مستهلكة اللي هو كتر اللوم الامتنان يقتل كتر اللوم وكتر الشكوى الامتنان بيخلص على كتر الشكوى وكتر الانتقاد الامتنان بيخلص عليه كمان ولذلك الامتنان كثير من أكاسير الحياة الزوجية وحصن بندخل فيه وعشان كده في ناس بتقول هو لازم يعني أعبر بالكلام ما التعبير يكون بالمحبه بالافعال وبالسند اه بدل شريك حياتك محتاج ان انت تمتن له بالكلام يبقى لازم تمتن له بالكلام الكلام الكلمه امان والكلمه حنان والكلمه كمان تجديد الحب وبتخرج من حبيبك الكلمه دي بتخرج من حبيبك اجمل ما فيه الناس لو معبرتش عن الحب الحب مش هيتشاف ولا هيتسمع ولا هيتلمس لكن لازم نعبر عنه ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء يبقى احنا لازم نعبر في رجالة بتخاف تقول كلمة حلوة لزوجتها يقول عليهم ايه انه عشان انا لو قلت كلمة حلوة ممكن هي تركب وتبقى هي وابقى انا جوز الست بالمناسبة انت جوز الست يعني يعني ما بس ما يبقاش التعبير ده تعبير مشؤوم ما انت متجوزها انت عايشين مع بعض فبلاش الطريقه دي قول الكلام الحلو الكلمه الطيبه صدقه وغيره وخير صدقه إن هي الصدقه التي تضاع في اهلك وعشان كده لما الجو... المجوزين بيغيبوا عن الامتنان لبعض بتحصل حاجات سيئه وعشان ما يحصلش ده تعالوا نشوف الاجراءات اللي احنا ممكن نعملها عشان نبقى مع بعض ونبقى ممتنين لبعض ونوصل لحاله من حالات الامتنان الجميله لازم تعبر عن حبك بالامتنان، عبر بالطريقه التي تنعش وتدهش يعني فاجئ دايما شريك حياتك واجعله يتألق. خليك انت واقف في مكان وقول لها بعلو صوتك انا بحبك. قول لهم قول قول شريك حياتك بإن انت النهارده فكرت فيها فحسيت ايه طعم السعاده اللي انا بدوقه لما بقارن حياتي بحياه غيري فاجدك منوره حياتي. عبر واوعى تقول ان تعبيرك ده هيخليك يعني قليل التعبير ده هيخليك يعني سعيد أول حاجة تاني حاجة لازم تعرف ايه اللي بينعش شريك حياتك من الامتنان في واحد بيحب الامتنان باللمسة بالاحتضان واحد بيحب الامتنان بالكلمة واحد بيحب الامتنان بالهدية فلازم تعرف ايه اللي انت هتمتن بيه لشريك حياتك الحاجة كمان المهمة مفيش حد عايز يمتن لحد الا وهو دايما يثني عليه يثني على الادوار اللي هو بيعملها والامر الثاني المشاركه من اجمل اشكال الامتنان شارك شريك حياتك دايما في اللي هو فيه طب والزوجه هتقول وانا شارك شريك حياتي ازاي في ضغوطه في الشغل لما يرجع في الشغل هو زي ما هو كمان لما يرجع من الشغل يحتضنك انت احتضنيه كمان من احد الادوار اللي بتلعبها الزوجات في بعض الاحيان دور الام اللي بتخفف على ابنها تعبه وهو راجع. الاحتضان والطبطبه على شريك الحياه بيخليه يحس ان هو في الحقيقه حد ممتن له للتعب فيه. تعالوا نرجع تاني الامتنان بهذه الطريقه. انا بقول لكم ان الضغوط اللي عندنا هتخف اثرها على حياتنا وعلى اولادنا وعلى كل مكونات حياتنا لو ممتنين لبعض. الاحتضان امتنان، الكلمه الحلوه امتنان. الهديه وامتنان، المفاجات الساره امتنان، الكلام الحلو وده حاجه مهمه، الكلام الحلو قدام الناس امتنان. امدحوا بعض قدام الناس، مش عن كذب، عن حقيقه. خلي هي عملت حاجه النهارده واعمل لها من الحبه قبه واتكلم عنها كويس قدام الناس. كل ده اشكال من الامتنان. يا رب اجعلنا من اهل اليقين من ان الامتنان ده نور من انوار الايمان. يا ساده انعشوا قلوبكم ان انتوا تستثمروا الايمان في بيوتكم خليكم متمسكين وعلى يقين ان الامتنان ده مدد من ربنا وجعل الله سبحانه وتعالى وجعل بينكم موده ورحمه الموده والرحمه تظهر اعظم ما تظهر في امتنان كل واحد لشريك حياته يا رب ارزقنا الهمه والسعاده وارزقنا التوفيق والابداع عشان نمتن لشركاء حياتنا عشان نكون سبب من أسباب دخولهم على جمالك يا جميل يا رب جمنا بحسن الامتنان لمن هم أصحاب أصحاب الجمال والجميل في حياتنا شركاء حياتنا يا كريم يا ودود يا رب العالمين